بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد أنواع كثيرة من القرميد. يوجد القرميد الإيطالي المستورد، ويوجد أيضا القرميد الإسباني المستورد، ويوجد أيضا القرميد اليوناني المستورد، بالإضافة للقرميد السعودي والقرميد الصيني، وأيضا يوجد القرميد المحلي أو القرميد المصري. وتختلف الأنواع، كذلك تختلف أشكال القرميد من نوع إلى نوع ومن شركة إلى شركة، وتختلف مقاسات القرميد، فتجد مقاس القرميد الإيطالي مختلف عن مقاس القرميد الأسباني، أيضا مختلف عن القرميد السعودي، وهو يصنع من مادة الفخار أو الخزف، حيث أنه ثقيل الوزن وليس خفيف الوزن، ويتكون من قطع تجمع مع بعضها البعض فتعطي الشكل النهائي لسطح القرميد. ويمتاز القرميد المستورد